ضمن الأسبوع السعودي الدولي للفخامة تستقبل مدينة جدة 120 دار مجوهرات. تتنوع المجوهرات من قلائد وأحجار نادرة وتقدر طبعا قيمتها بملايين الدولارات. ويحضر خاتم مرصع بماسات نادرة يقدر ثمن هذه الماسات بنحو 11 مليون دولار أمريكي حاملا علامة إتكو النيويوركية. كذلك سيحضر طقم من الألماس الأصفر والأبيض يقدر ثمنه بأكثر من 5 ملايين دولار عن دار أمساف. بدي واحد منهم هذا الخوات. والله أنا كلنا بدنا حتى لو ما لبس. طيب. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.